تلقى حرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من فخامة صادير جباروف رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس الجمهورية القرغيزية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله سائلًا المولى عز وجل يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته